السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومبروك عواشركم. وسمحوا لي بزاف على هاد الغيبه الطويله، مدة هذه ما نزلت لكم شي فيديو، فصراحه كانت لي ظروف فاستسمح. وقبل ما نبدا بغيت نشكركم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتخليو لي على الفيديوهات. صراحه ما تخيلوش قداش هاد التعاليق هادو كيشجعوني وكيحفزوني انني نستمر، فلهلا يخطيكم، شكرا بزاف. ودابا بسم الله على بركه الله نبداو في الوصفه ديالنا. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاجو هنا الكفته او اللحم المفروم. انا خديت هنا 600 غرام من كفته البقري، تقدروا نعوضوها بالكفته ديال الدجاج حتى هي كيجيو بها البريوات زوينين. غادي نحتاج كذلك لواحد جوج حبات من الجزر يكونوا كبارين. غادي نحتاج لواحد جوج حبات من الكورجيت او القرع الاخضر حتى هما يكونوا كبارين شويه. بالنسبه للكورجيت هنا وخيزو راه كنحكوهم في الحكاكه بهذه الطريقه هذه. غادي نحتاجو كذلك لواحد البصله وحده نقطعها قطع صغيره، وغادي نستعملو كذلك واحد شويه من القزبر والمعدنوس مقطعين مع جوج فصوص ديال الثومه محكوكين. بالنسبه للعطريه هنا غادي نستعمل واحد الملعقه ونصف صغيره من الفلفل الحمراء، ملعقه صغيره من الخرقوم بلدي، ونصف ملعقه من الابزار او الفلفل الاسود. وغادي نستعمل انا هنا واحد راس معلقه من الفلفل الحار مطحونه اللي كتبقى اختياريه، يمكن لكم تعوضوها بالهريسه حتى هي كتجي زوينه. المهم بالنسبه للحار هنا على حسب الذوق. وغادي نستعمل هنا حتى واحد الملعقه كبيره من صلصه السوجه اللي كتعطي واحد المذاق زوين صراحه في هاد البريوات هادو. غادي نستعمل كذلك شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نستعمل شويه ديال البلحه على حسب الذوق. ودابا هنا غادي ندوزو نطيبو الحشوه ديالنا. غادي ناخذ واحد المقيله نحطوها فوق العافيه، غادي نديرو فيها شويه ديال الزيت، الزيت اللي كنطيبو به، وغادي نزيدو فيها هاد البصيله هادي اللي مقطعينها قطع رقيقه. غادي نحركوها مزيان فهاد الزويته هادي، وغادي نخليوها حتى تطيح. عاد من بعد غادي نزيدو عليها هاد الكميه ديال الكفته اللي عندنا. غادي نحاولو نحلو هاد الكفته مزيان، فرتوها، ومن بعد غادي نبقاو نحركو فيها حتى كتشحر لينا مع البصله مزيان. دابا غادي نزيدو هاد المكونات الاخرين اللي عندنا. غادي نزيدو هنا خيزو والقرعه اللي حكيناهم من قبل. بالنسبه للقرعه هنا وخيزو يمكن لكم تستعملو حتى ثلاثة ديال الحبات ديال الخيزو يكونوا كبارين، وثلاثة ديال القريعات اللي يكونوا كبارين، لان صراحه الخضره كيف ما شفتوا معايا دغيا كتبان، غير كيضربها الصهد صافي ما كتبقاش تبان. وهنا كيف ما شفتوا معايا راني زدت الجزر هو الاول، حركته شويه مع ديك الكفته واحد 4 دقائق صافي. دابا غادي نزيد عليه هنا القريعه، غادي نخلط كلشي مزيان، ولكن في نفس الوقت غادي نزيد العطريه باش هكا كطيب لنا ديك العطريه هي والقريعه في نفس الوقت، لان القريعه كيف ما كتعرفوا راه دغيا كطيب. غادي نزيدو هنا الثومه، غادي نزيدو شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نزيدو العطريه، غادي نزيدو التحميره، نزيدو الخرقوم بلدي، غادي نزيد شويه ديال الابزار، وغادي نزيدو هنا هاد شويه ديال الحار اللي يمكننا نعوضوه بالهريسه واللي كيبقى اختياري في هاد الوصفه هادي. غادي نزيدو هاد شويه ديال لاصوص السوجه، وغادي نزيدو هنا شويه ديال الملح، ومن الاحسن نحاولو نزيدو غير شويه الملحه لاننا مستعملين لاصوص السوجه كتكون مالحه، من الاحسن نزيدو غير شويه حتى الاخر وكنذوقو. الا كانت خاصه شي حاجه كنزيدوها. بعد ما كنزيدو هنا هاد المكونات كنخلطو كلشي مزيان، وكنخليو الحشوه ديالنا طيب، ومن بعد كنذوقوها كنحاولو نشوفو ياك ما ناقصها شي حاجه، مثلا ياك ما خاصها شي شويه الملحه ولا شويه الابزار كنزيدوه، اولا مثلا بان لينا اللون ماشي هو هذاك فهنا كنحاولو نزيدو شويه ديال الفلفل الحمراء، اولا كنزيدو شويه ديال الخرقوم. فانا كنعطيكم القياس ولكن بعض المرات كيكون مثلا داك القياس ديال هذيك الملعقه الصغيره اللي عندي ماشي هو القياس ديال ديك الملعقه الصغيره اللي عندك، فمن الاحسن ديما الواحد يدير عينو ميزان. ملي كطيب الحشوه كنخليوها حتى كتبرد مزيان، عاد كنعمرو بها البريوات ديالنا. غادي نوجدو هنا واحد الخليط من المواد الدقيق اللي يكون عاقد شويه باش غادي نسدو البريوات ديالنا نلصقوهم. وغادي نحتاجو شويه ديال الزيت، غير الزيت النباتيه هي اللي استعملت انا هنا. وغادي نحتاجو هنا الورقه، وكيف ما شفتوا معايا هاد العام راه ما عنديش الورقه ديال المغرب صراحه، فتقتها انا، زوينه صراحه الورقه ديال المغرب واعره، فانا غادي نخدم غير بهاد الورقه هادي كيف ما شفتوا معايا صراحه لحد الان هي اللي لقيتها زوينه. غادي نقسمها هكا على جوج نص، غادي نديرو فواحد البلاستيكه ونحطوه باش ما ينشفش، والنص الاخر راه كنخدمو به.
ودابا هنا غادي نبداو نطويو في البريوات ديالنا. انا هنا غادي نديرهم على شكل مثلث، يمكن لكم طبيعه الحال ديرهم على الشكل اللي بغيتو. المهم اهم حاجه هي تكون الحشوه بارده وتكون عندكم الورقه مزيانه باش كتعاونكم تخدموا، وفي نفس الوقت كتعاونكم على البريوات انهم يجي الشكل ديالهم زوين. فاول حاجه كنرشوا واحد شويه ديال الزيت في البلاصه اللي غادي نخدموا فيها، كنسرحوا الورقه ديالنا وكنديروا فيها القياس ديال الحشوه وصافي كنبداو كنطويو في البريوات ديالنا. هاد الورقه اللي عندي انا هنا راه هي قصيره، هذا هو القياس ديال الطول ديالها، راني ما نقصت منها حتى شي حاجه، ولهذا طويتها بهذه الطريقه هذه. فشفتوا معايا كيف ما درت الحشوه، رديت واحد الطرف على الحشوه عاد بديت كنطوي بحال الا دوبلت الورقه تقريبا. كنطوي البريوه ديالنا هنا، وفي الاخر راه كنسدوها بشويه من هذا الخليط هذا ديال الدقيق والماء، كنلصقوها به باش ما كتحلش لنا في الديار. ويا اما كنفينوها بهذه الطريقه هذه كما درت معكم في البريوه الاولى، يا اما كنلصقوها غير بهذه الطريقه العاديه كما شفتوا معايا هنا. صافي حتى هي راه كتجي مزيانه، ما كتحل في الثياب ما والو. ومثلا اذا كانت عندكم الورقه فيها شي طريف المقطع، فحاولوا ديما داك الطريف اللي فيه الديفو هو اللي يكون على يدكم اليمين، باش هكا كترجعوا على الحشوه وكتبداو طويو كيبقى داخل البريوه ما كيبقاش على برا. وحاجه اخرى هنا، ديما حنا كنطويو البريوه ديالنا نحاولوا نردوا البال لهاد القنيطات هادو، ما نخليوش الحشوه تبان منهم. ديما حنا كنطويو في نفس الوقت حنا كنجمعوا فيهم، سينو تقدر تحلينا في الطياب، وخصوصا الا كانت شي حشوه شويه جاريه. انا هنا راه سالت ليا الورقه وبقى ليا هاد شويه هذا من الحشوه، فغادي نديرو في الثلاجه، يا اما ندير به شي حاجه، يا اما غادي نخليه حتى غادي نشري عاود الورقه باش نصايب بريوات اخرين وغادي نقضي به. وهذا هو الشكل ديال البريوات ديالنا اللي طويناه، هذا الشيء اللي عطى الله. فدابا غادي ندوزو للطريقه ديال الاحتفاظ بهم في المجمد. انا هاد المره غنحتفظ بهم بهذه الطريقه هذه، فستفت البريوات ديالي كلهم في هاد البلاطو هذا، وبين كل طبقه وطبقه درت بلاستيك باش ما كيلصقوش مع بعضياتهم. صافي غادي ندخل هاد البلاطو هذا نيشان هكا المجمد حتى يجمدوا دوك البريوات مزيان، ومن بعد غادي نخرجوهم غادي نديروهم في بلاستيكات هكا، او لا يمكن لكم ديروهم مثلا في بواطات، المهم على حسب نتوما وشنو مسليكم. بالنسبه للطريقه ديال الطياب راه هي باينه، يا اما كنقليوهم في الزيت يا اما كنطيبوهم في الفران بهذه الطريقه هذه. انا غادي نشارك معكم طريقتي. فكندوبوا واحد شويه ديال الزبده، كندهنوا الطاوله اللي غادي نحطوا فيها البريوات، كنحطوا فيها البريوات وكنعاودوا ندهنوا دوك البريوات من الفوق. والزبده راه كتعطيهم واحد المذاق زوين بزاف حسن من الزيت. صافي هنا غادي ندخلوا البريوات ديالنا للفران، بطبيعه الحال نقابلوهم في الفران باش ما يتحرقوش. وصافي هذا هو الشكل ديال البريوات ديالنا، كيجيو صراحه زوينين، كيجيو مقرمشين بزاف. كنقصوا ليهم العافيه وكنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. والحشوه صراحه ممتازه، جربوها على حسابي. ايوا خليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. مع السلامه.